الكريم، ما هي الرسالة التي توجهها لمواطني مدينة مسعد أو للطبقة المثقفة خاصة التي ما زالت لا تؤدي دورها وخاصة في هذه الآونة الأخيرة؟ أنا أوجه كواحد من سكان وأعتبر نفسي واحدا وأقل من واحد الأخير في الترتيب من المثقفين في مدينة مسعد، أوجه رسالتي إلى المواطنين وإلى الجمعيات وإلى المثقفين أن يأخذوا زمام المبادرة، وأن يوجهوا المجلس البلدي المقبل إلى ما فيه خير مدينة مسعد وخير أهلها وجمع شملهم، وأن يكونوا سندا وأن يكونوا معينا ودعما للمجلس البلدي، وأن يحاربوا الظواهر السلبية ما نراه من مياه متدفقة في الشوارع، وما نراه من قمامة، وما نراه في السوق، في ساحة السوق من ما ترون. ونريد أن ننهض وأن نجعل مدينتنا مدينة نظيفة جميلة، وأن ننظف العقول وأن ننظف القلوب وأن ننظف المدينة.